تفضل. حتى نشاط له هدف، يعني ما راح حط نشاط واحد بدون هدف. هاي النشاط اللي حطوا هدف طبعا صعب. انا ذكرت بس ليش نسوي نشاط بس نذكر لك بس ليش انا مسويه؟ اذا ما له هدف ايش نسوي؟ حشم حشم لا مش ثاني، هذا الجلسة دي هذا الموضوع لهدف.